شهيد القضاء وكل شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وانضم أخيرا إليهم شهيد القضاء، أستأذنكم أن نقف دقيقة حداد على أرواحهم مع قراءة الفاتحة. إن قوما من الذين اعتلوا مقاعد القيادة في مصر الآن، صفا أولا كانوا أم صفا ثانيا أم صفا ثالثا، بعضهم خلايا إخوانية نائمة ووجب التطهير، وجب التطهير. ولقد رأيتم ما رأيتم في وزارة الكهرباء، ورأيتم المسؤول عن محطة عيون موسى التي تكلفت عدة مليارات وكاد يدمرها لخدمة الإخوان. إن موظفي المحاكم والنيابة العامة الذين أتى بهم الإخوان قنابل موقوتة داخل أروقة المحاكم والنيابات ووزارة العدل،